وعمل تحليلي، كما أنه عمل عمل فيه بالقراءة والمتابعة. في الحقيقة لدي بعض الأسئلة، وهي أولا: لماذا اهتم الكاتبان بالقرن 19 والقرن 20، يعني منتصف القرن 19 ومنتصف القرن 20؟ لأن الكتابة التاريخية المغربية هي مترابطة، هي سلسلة مترابطة من التاريخ الوسيط، من العصر الوسيط وإلى التاريخ المعاصر، فلماذا هذا الاهتمام بهاتين الفترتين، منتصف القرن 19 ومنتصف القرن 20؟ كذلك أتساءل: ما هي المنهجية، ما هي الآلية التي اتبعها المؤلفان في انتقاء المؤرخين الذين، يعني المؤرخين الذين كانوا مصدر البحث والدراسة والتنقيب، مع العلم أنه هناك مؤرخون آخرون لهم دور وسيط في الكتابة التاريخية المغربية، وعلى سبيل المثال أبو عبد الله سليماني الأعرج، صاحب كتاب اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب، كذلك الطيب عشرين في كتابه تنبيه المعرب عن تاريخ المغرب، وغيرهما من الكتابات. كذلك أتساءل مع الكاتبين: ما هي، لأنه هذا هو المطلوب، ما هي المنهجية التي اتبعها المؤرخون في كتابة تاريخهم أو مؤلفاتهم؟ ما هي المنهجية التاريخية، وما هي نظريتهم في التاريخ أو في التأريخ؟ كذلك أرى على أن، كذلك أشير أو إضافة إلى ما قاله الأستاذ أسامة الزكري، كان قد تساءل بأن المؤرخ ارتمى في أحضان الفقه، وكإشارة أو توضيح، فإن المؤرخ في القرن 19 وحتى بداية القرن 20 المؤرخ كان يجمع عدة علوم، فهو أولا كان فقيه وليس مؤرخا، وكان أديبا وشاعرا، باعتبار أن المؤرخ في القرن 19 وبداية القرن 20 كان جماعا، كان أديبا شاعرا ومؤرخا وما إلى ذلك، فهذا ليس بالشيء الغريب عن مؤرخي القرن 19، وإنما هو يعني شيء طبيعي، باعتبار أن المؤرخ قد يصدر عنه بعض الأحكام الفقهية، قد يصدر بعض الأحكام الفقهية. إذن هذا يعني بعض الأسئلة في الحقيقة، وأنا أرى يعني من وجهة نظري في الموضوع، أنه كان على الكاتبين مثلا، كان عليهما أن يفرقا بين مرحلة ما قبل الحماية ومرحلة ما بعد الحماية، يعني كان من الأجدر أن يخصص مؤرخي المغرب في القرن 19 يعني كموضوع خاص، ثم مؤرخي المغرب في بعد الحماية، باعتبار يعني المستجدات التي حدثت والتطورات الكبيرة التي حدثت في القرن العشرين خاصة بعد الحماية. إذن هذه فقط، وأعتذر إذا